يقول: هل في هذه اللفظة محذور شرعي، وهي قابلت فلانا صدفة؟ يعني قصدك أنك ما على غير موعد، أنك على غير موعد، ما هو صدفة، يعني لم يقدر. إذا كان هذا أنه ينفي القدر فهذا من المعتزلة، أما إن كان قصده صدفة يعني من غير موعد فلا بأس بذلك. نعم.